شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب ظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهج البلاغه عن امام المتقين ومولى الموحدين علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انه قال الله الله في القران لا يسبقكم الى العمل به غيركم هذه الكلمه المرويه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجد فيها احتمالات متعدده ولكننا نكتفي بالاشاره الى معنيين المعنى الاول القران الكريم يحتوي على مجموعه من القيم يحتوي على مجموعه من الاحكام يحتوي على تعاليم اخلاقيه يحتوي على مجموعه من الاداب الاجتماعيه كل واحد منا نحن المؤمنين ينبغي عليه ان يحاول ان يكون سباقا الى تجسيد هذه القيم والى تطبيق هذه التعاليم الاخلاقيه هنالك مشكله كثير من الافراد يبتلى بها وهو انه ينظر الى الواقع القائم الذي يعيشه يشوف هذا الواقع يلاحظ المجتمع الذي يعيشه ويحاول ان يكون مثل هذا المجتمع وهذه الحاله حاله خاطئه المؤمن دائما في مجال المعنويات يجب ان يكون نظره الى القمم يحاول دائما ان يكون متفوقا يحاول ان يكون سباقا اذا لم يكن اسبق من الاخرين على الاقل يحاول ان يكون في الرعيل الاول القران الكريم يحتوي على قيمة الصدق والصادقين من هو النموذج الأعلى للصدق؟ من هو؟ طبعا بعد النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ذاك مقام لا يمكن أن نصل إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أما وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن من هو بعد النبي الأعظم، بعد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، من مثل قيمة الصدق في حياته؟ من هو النموذج الأعلى؟ احدى النماذج العليا ابو ذر الغفاري ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه اصدق من ابي ذر نحاول ان نكون كابي ذر احنا نحاول ان نكون مثل ابي ذر هل يمكن ان نكون كذلك ابو ذر من كان ابو ذر كان واحد مثل ابو ذر هو رجل مشرك واحد من المشركين الذين اشركوا بالله الذين كانوا يعبدون الاصنام وقبيلته قبيله قاطعه للطريق قبيله معروفه كانت تقطع الطريق على المسافرين وتسلبهم اموالهم واذا بهذا الرجل المشرك يتحول الى ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه اصدق من ابي من هو المثل الاعلى في العفو؟ في الصدق لا ننظر الى المجتمع، لا ننظر الى قرنائنا وزملائنا، وانما نحاول ان ننظر الى ابي ذر، وان نكون كابي ذر. وفي حديث عن امير المؤمنين صلوات الله عليه ما رام امرؤ شيئا الا بلغه او دونه، اما نصل الى مستوى ابي ذر، واما قريب من مستوى ابي ذر باذن الله. من هو المثال الاعلى للعفو بعد النبي الاعظم واهل بيته الطاهرين؟ احدى الامثله العليا مالك الاشتر. في تلك القضيه المعروفه الذي ذهب الى المسجد ليستغفر لمن رماه في العافو نحاول ان نكون كمالك الاشتار من هو النموذج الاعلى في العباده إحدى القيم المذكورة في القرآن الكريم قيمة العبادة، إحدى النماذج العليا أويس القرني، نحاول أن نكون مثله. من هو المثل الأعلى في بر الوالدة أو في بر الوالدين؟ إحدى النماذج العليا هو هذا أويس القرني في قضية معروفة، الخطباء الكرام ينقلونها: نحاول أن نكون مثله. إذا صممنا أن نكون كذلك، نكون بإذن الله كذلك. لا يسبقنكم بالعمل به غيركم ليكن واحد متقدم عليكم اما ان تكونوا متقدمين على الاخرين واما على الاقل ان تكونوا في الصف الاول هذا هو الاحتمال الاول في معنى هذه الجمله الاحتمال الثاني في معنى هذه الجمله القران الكريم يحتوي على مجموعه من القيم هذه القيم تعتبر ركائز للحضاره احنا اذا اردنا ان ننقذ انفسنا من هذا الواقع القائم من حاله التخلف التي نعيش فيها هذه القيم هي العلاج وهي الحل الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الله الله في القران يعني اذكر الله لا يسبقكم بالعمل به غيركم الاخرون الاجانب الكفار ياتون ويعملون بالقران ويسبقونكم في ذلك هل الكفار يعملون بالقران الجواب نعم كل ما تجدونه من تقدم في بلاد الكفر انما هو ببركه عملهم بالقران الكريم ولو في حدود نحن اهملنا هذه الايات نسينا هذه الايات اعرضنا عن هذه الايات فابتلينا بهذه المشاكل واحد من كبار اليهود، تعلمون ان اليهود كانوا امه لعلها اذل امه على وجه الارض، والسبب في ذلك واضح، لان اليهود اينما ذهبوا كانوا مثار للفساد والافساد دائما. ولذلك اليهود اينما كانوا في اي بلد كانوا كانوا منبوذين اهل البلد كانوا ينبذونهم الفين عام اليهود كانوا مشردين كانوا اذلاء واحد من كبار اليهود الذين غيروا واقع اليهود الى هذا الواقع الذي تجدونه الان اليهود بيدهم كثير من مقاليد السياسه العالميه الاقتصاد العالمي يتلاعبون ببلادنا قالوا لهذا الرجل كيف استطعت ان تنقل اليهود من تلك الحاله الى هذه الحاله قال في الواقع أنا كنت أفكر مدة طويلة لماذا نحن نعيش هذه الحالة، وكنت أقرأ الكتب المختلفة حتى أجد مفتاح الحل، حتى وصلت في مطالعاتي إلى هذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب التغيير لا يكون بالأماني بالآمال من يعمل سوءا يجزب وصلت إلى هذه الآية فوجدت أن هذه الآية مفتاح تغيير حالتنا نحن اليهود، وبدات بالعمل وغيرت واقعنا. الكفار اخذوا بالقران الكريم بمقدار ما اخذوا تقدموا. الان بلاد الغرب مع كل الملاحظات التي عليها، مع كل المشكلات التي فيها، ولكنهم عندهم مبدأ من مبادئ القرآن الكريم بمقدار الوالد رحمه الله يقول واحد بالمية القرآن الكريم يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قانون الحرية هذا قانون من؟ قانون القرآن من اللي أخذ بهذا القانون إحنا المسلمين ما أخذنا بهذا القانون بلادنا بلاد الكبت والإرهاب الغربيين أخذوا بهذا القانون قانون الحرية واحد بالمية فتقدموا هذا التقدم الهائل الشورى قانون من قانونهم أو قانوننا القرآن الكريم يدعو إلى الشورى وأمرهم شورى بينهم إحنا عدنا شورى في عوائلنا أكو شورى في مجتمعاتنا أكو شورى في دولنا أكو شورى حقيقية الغربيون أخذوا بقانون الشورى عشرة بالمئة مثلا وحققوا هذا التقدم الهائل قانون الامه الواحده، هذه الايات التي نسيناها. قانون الامه الواحده في القران الكريم مذكور. القران الكريم يقول وان هذه امتكم امه واحده، عندنا الامه الواحده احنا او الغربيون عندهم بمقدار الامه الواحده، الان دا يوحدون انفسهم شيئا فشيئا. الاخوه موجوده في القران الكريم، عندنا قانون الاخوه انما المؤمنون اخوه، احنا في بلادنا منطق الاخوه حاكم او منطق ان هذا اجنبي. هذه الايات اعرضنا عنها الامه ككل، الاخرون عملوا بها فتقدموا. لا يسبقكم بالعمل به غيركم إحدى الآيات التي نسيناها إحنا كثير من قانون وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا قانون القرآن الكريم يأمر به الآن بلاد المسلمين مليئة بالفتيات العانسات ومليئة بالشباب العزاء هذا معناه قال الله وأقول أنا ذكرت لأحد الشباب لماذا لا تتزوج قال ما أتمكن مشكلات مادية تمنعني من ذلك فقلت له هذا معناه قال الله وأقول لأن الله تعالى يقول وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني الفاقر لا يكون عقب أمامكم الله تعالى يقول أقدم ولكننا نقول قال الله واقول عملا نقول هذا الكلام نحن ينبغي علينا ان نحاول العوده الى القران الكريم في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى سعادتنا في الاخره وفي الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نورك